الأرض من فضيلتكم توضيح ذلك وبيان كيفية العدل بين الزوجات حفظكم الله. العدل بين الزوجات بما يمكن فيه العدل، وهو السكنة والنفقة والكسوة والمبيت، هذه يجب العدل فيها لأنه يمكن العدل فيها. أما العدل في محبة فهذا لا يستطيعه الإنسان لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يحمله حب بعض زوجاته أكثر من غيرها على الحيف معها والجور على الأخريات، لا يجوز هذا.